الموت راه علينا حق، كلنا غادي نموتوا، حتى واحد ما غادي يبقى، ولكن باش تكون اشاعات فبدينا ما كناش كنصدقوا الصح من الكذوب. فتصدمت انا في الليل البارح لما سمعتها، يعني بقات فيا بزاف، ولكن هذه سنة الحياة، إن لله وإنا إليه راجعون. شفتها في عدة مهرجانات، شفتها في بزاف ديال المناسبات، وكنا كنتواصلوا معها في الهاتف، وكانت غتشتغل معنا في واحد العمل، ولكن كانت عيانة، قلنا بلا ما نتعبوها وبلا ما نرقوها، والحمد لله الله يرحمها ويرحم جميع المؤمنين. كان حب كبير بينها وبين الزوج ديالها، ويعني الزواج ديال بصح، ديال الحق، ديال الحب، ديال التآخي، ديال الصداقة، لأن من ملي كانوا صغار هما مع بعضهم، فما تحملتش أنه ما يبقاش كاين السي عبد الله شكرون الله يرحمه ويوسع عليه، وكانت صدمة هذيك هي اللي غتكون. ولكن الحياة قال لك تعددت الأسباب والموت واحد، الحياة ملي كتنتهي راه كتنتهي صافي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.